possible à soi-même. On les laisse faire. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait la tension. Et je vous remercie. هو رجل من رجال الجزائر من مواليد 11 مارس 33900 بمدينة العقبان صعيدة. بدأ مسيرته كلاعب في صفوف مولودية صعيدة في بداية الخمسينيات، لينتقل إلى الجار اتحاد بالعباس ليلعب فيها لثلاثة مواسم، ثم اتجه للاحتراف عبر بوابة سالزبورغ الفرنسي أين ذاع صيته في الملاعب الفرنسية، لينتقل بعدها بسنة إلى نادي أس بيزيه حتى سنة 60900 أين التحق بفريق جبهة التحرير الوطني. صعيد عمارة أو الشيخ عمارة كما يطلق في مسقط رأسه سعيدة، نجح برفقة زملائه في الدعاية للقضية الجزائرية ليكون ضمن رجال الجزائر الذين ساهموا في استقلال الجزائر سنة 62900. في هذا العام عاد إلى البطولة الفرنسية أين نشط نهائي كأس فرنسا رفقة نادي بوردو، ليعود بعدها إلى الفريق الأم MCS وينال كأس الجزائر سنة 65900. أبو الكرة الجزائرية تقلد عدة مناصب، منها رئيسا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ثم رئيسا للرابطة الجهوية بصعيدة. الرجل المحبوب من الكبير والصغير غادرنا اليوم تاركا وراءه فراغا كبيرا في قلوب عائلة كرة القدم الجزائرية عامة وصعيدية خاصة. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.